تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. قضية اليوم المطروحة على مائدة النقاش هي قضية الصحة الخاصة بالأفراد وقضية الصحة العامة الخاصة بعموم المواطنين. والواقع أن الدولة في هذه الفترة تحاول أن تقدم كل جديد لتحسين هذه الصحة، سواء الصحة الخاصة بالأفراد أو الصحة العامة للمواطنين. والواقع أنه هذه القضية بتمس قلوب المواطنين بشكل مباشر، نظرا لأنها ترتبط بأغلى شيء لديهم، هذه هي الصحة، وهي تاج كما يقولون على رؤوس الأصحاء. لا يشعر بها إلا المرضى وذوهم بكل طبع، حينما يفقد الإنسان الصحة أو يتأثر ولو بشكل مؤقت في جزء من صحته فهو يشعر بقيمة الصحة. وإذا كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فهذا يشير بكل تأكيد إلى أن القرارات السليمة لا يمكن أن يأخذها بكل تأكيد شخص مصاب في صحته حتى يتعافى. فالإنسان يكون المريض بكل تأكيد، يكون متوتر، يكون غير مستقر نفسيا، وبالتالي قراراته ربما لا تكون صحيحة، ومن هنا أهمية الصحة. ويقولون أيضا إن الوقاية خير من العلاج. مجلس النواب بدوره في إطار الاهتمام بقضية الصحة شكل 4 لجان فرعية من لجنة الصحة لتحسين وضع الصحة والدواء في مصر. وهذا الأمر يجعلنا نتساءل على أي حال من خلال هذه الحلقة عدة تساؤلات، من أبرزها ما هي أهم الملاحظات على واقعنا الصحي في مصر، ما الجهود التي تبذلها الدولة ومجلس النواب بكل تأكيد لتحسين هذا الواقع الصحي في مصر، ما هي التشريعات الحاكمة والمؤثرة في صحة الأفراد وفي الصحة العامة، وكيف يمكن تطوير هذه التشريعات. كل هذه الأسئلة وغيرها نحاول أن نجيب عليها من خلال ضيفين كريمين بارزين. يشرفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. مرحب بك يا دكتور. أهلا بك حضرتك، شرفتنا. كما يشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وكلية طب القصر العيني. مرحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا. واسمحوا لنا نشوف تقرير مبدئي حول موضوع الحلقة ثم نبدأ النقاش على الفور. تعكف اللجان المختلفة المشكلة في البرلمان على القيام بدورها المنوط به على أكمل وجه. من جانبه قرر النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان تشكيل 4 لجان من أعضاء اللجنة لتطوير القطاع. هي لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي، وكذلك لجنة لصناعة الدواء لدراسة كل ما يخص صناعة الدواء وكيفية تطوير ذلك القطاع. كما شكلت أيضا خلال اجتماع اللجنة المنعقدة بالبرلمان لجنة للإعلام والتثقيف الصحي تهدف إلى الاهتمام بالتوعية بمخاطر فيروس سي وكيفية الوقاية منه، فضلا عن تشكيل لجنة للرعاية الصحية للمسنين. وشهدت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها الأول مناقشة عدد من الأمور الساخنة، أبرزها ضرورة إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة على أن يكون البديل منظومة تأمين صحي شامل وعادل، فيما تم الإعلان عن خطة عمل اللجنة، وكذلك تنظيم عدد من الزيارات الميدانية بالمحافظات تبدأ بالقليوبية. وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان على أن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، مشدداً أن الدليل المادي الوحيد على فشل المنظومة الصحية في مصر هو العلاج على نفقة الدولة، وأن البديل منظومة تأمين صحي سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين. من جهته اقترح أحد النواب وهو عضو اللجنة خلال كلمته بالاجتماع إنشاء لجنة فرعية للعلاج على نفقة الدولة، متابعا: كلنا غير موافقين على العلاج على نفقة الدولة، ولكن حتى الآن ما زال المواطن في حاجة إليه، مشيرا إلى أهمية إنشاء لجنة في المجلس تتلقى طلبات العلاج من النواب وتساهم في سرعة إصدار القرارات لصالح المرضى، موجها في سياق آخر العذر لزملائه لعدم حضورهم انتخابات رئاسة اللجنة. مرحبا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا التقرير نبدأ النقاش على الفور مع ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ الدكتور عبد المنعم شهاب. دكتور،
أرجو أن تحدثنا والمشاهدين على المنظور اللي لجنة الصحة في البرلمان تنظر من خلاله إلى واقعنا الصحي. هو في البداية خلينا يعني عشان نبدأ بداية صحيحة لازم نقيم الوضع الراهن اللي احنا فيه. وده اللي احنا اتفقنا عليه من خلال لجنة الصحة، ان احنا لازم نعترف سواء البرلمانيين او التنفيذيين، لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا جدا في مجال الصحة. دي اول خطوة في خطوات ان احنا نبحث عن حلول، الاعتراف بالمشكلة. الاعتراف بالمشكلة. الكل اقر بالكلام ده هوت، وبناء عليه المشاكل كلها دي جاية نتيجة تراكمات سنين طويلة فاتت. طبعا مش عايزين نحمل حد لسه جيد النهاردة ونحمله المشكلة. لا طبعا دي مشكلة، ما جيبش وزير لسه جاي من 6 شهور واقول انت السبب في المشكلة. خلينا نعترف ان دي تراكمات سنين، وخلينا كلنا نبدأ ونحط نقطة ونقول من اول السطر. وبناء عليه احنا الوضع الراهن طبعا غير راضي عنه اي حد، سواء مقدم الخدمة او متلقي الخدمة. اللجان اللي شكلتوها شايفين ان هي مدخل للعلاج بالضبط. احنا الاول قبل ما اتكلم على اللجان ودورها، عايز اقول ان احنا محتاجين الاول ان احنا نوحد منظومة الصحة في مصر. لان احنا عندنا من المشاكل الكبيرة جدا ان احنا عندنا منظومة متعددة الانظمة. تلاقي منظومة في مجال الصحة، تلاقي الشؤون الصحية، تلاقي التأمين الصحي، تلاقي مؤسسة علاجية، تلاقي مستشفيات تعليمية، جمعيات خيرية. يعني بقول لحضرتك يعني 7-8 برانشات كل واحد شغال في وادي. احنا محتاجين نوحد منظومة الصحة في مصر الأول. طيب اسمح لي انتقل بطرف الحديث للأستاذ الدكتور حاتم خليل. دكتور انتوا في الجامعة وكلية الطب القصر العيني هي رائدة على مستوى الوطن العربي وربما أيضا العالم، كيف تنظرون أكاديميا إلى واقعنا الصحي في مصر وكيفية النهوض وتحسين هذا الوضع؟ الواقع الصحي في مصر أنا شايفه كأحد أفراد المنظومة الصحية في مصر وفي يعني في وخصوصا في الجامعة هي جيدة، ولكن لم تصل إلى المستوى المطلوب. جيدة جيدة، أنا بتكلم على مستوى الجامعة. الجامعة يعني بتقدم خدمة كويسة جدا بأسعار زهيدة، وبتكون في أغلب الأحوال بتكون مجانية تماما، ولكن ليه ده لم يرقى إلى مستوى متلقي الخدمة؟ ليه ما بيبقاش راضي؟ لو بصينا للمشكلة من جذورها هنلاقيها إن هي بتتمثل في حاجتين. إيه اللي بيخلي المريض يبقى مش راضي عن أي مستشفى أو أي مكان طبي بيتوجه إليه؟ يا إما الازدحام الشديد أو عدم توافر الإمكانيات المطلوبة من أجهزة أو مستلزمات طبية. لو لقينا ان احنا مثلا عندنا في القصر العيني احنا بنشوف حوالي 10,000 مريض يوميا. ليه بنشوف 10,000 مريض يوميا؟ عشان لا يزال القصر العيني هو الجهة من كل انحاء الجمهورية، القصر العيني وعين شمس والمستشفيات الجامعية الكبيرة. ليه المريض بيجي من نجع حمادي وبيجي من الصعيد وبيجي من جنوب سيناء وبيجي من الدلتا؟ ليه المستشفيات الجامعية؟ علشان يا إما الكفاءة الطبية، كفاءة علمية قطعا، وكفاءات علمية وأجهزة ومستلزمات، وسعر قليل، مفيش سعر خالص بالضبط. إحنا لو بداية الموضوع لو عملنا لا مركزية في الخدمة الطبية، بحيث أن يبقى مستشفى تضاهي القصر العيني وتضاهي عين شمس وتضاهي المستشفيات الجامعية الكبيرة، تبقى موجودة في المحافظات مجهزة تجهيز كويس، بحيث أن المريض 99% من الخدمة الطبية تؤدى ليه في مدينته أو في محافظته، على الأقل مش شرط مدينته بس تبقى في محافظته. ما فيش داعي أن هو يروح لمكان هيبقى مزدحم جدا. يعني الخدمة الطبية بتقدم بشكل كويس، ولكن زيادة العدد ده طبعا بيخلي ان يعني لو هنقول 70% بتقدم لهم خدمة كويسة، أكيد في 30% بيبقوا غير راضين. غير أنه المريض بيبقى ويل ويلين يا دكتور، ويل المرض من ناحية، ويل البحث عن تدبير التمويل اللازم للعلاج. فاحنا لو قدرنا في مصر نعمل زي ما بنسمع كده، زي ما بقول في أوروبا الدول المتقدمة، على نظام صحي يروح له المريض ويتعالج، وما يبقاش ويله انه هيدبر التمويل بتاع العلاج منين، يبقى التمويل موجود مسبقا طبعا. فده التحدي اللي لو قدرنا نجتازه يبقى كويس جدا. يعني انا متفق مع دكتور عبد المنعم في موضوع ان التأمين الصحي لازم مظلته توسع تغطي كله، ولازم يبقى فيه هي منظومة واحدة.
نعم. يعني يبقى المريض بيغطى بالتأمين الصحي. ممكن نتكلم بقى بعد كده في هل هتبقى شكلها عامل ازاي التأمين الصحي. لسه في فجوة كبيرة بين مستشفيات التأمين الصحي وبين المستشفيات الخاصة. طبعا عمر ده ما هيوصل لده، ولكن عايزين نقلل الفجوة هي شوية. هي المقارنة كتير تبقى ظالمة. طب انا بقول احنا نقللها لانه كتير انا اسف مش حضرتك يعني كتير بيقع في المطب ده، يروح مقارن مؤسسة حكومية عامة بيسموها بابليك خدمة عامة بمؤسسة خاصة. لا يمكن مقارنة جامعة خاصة بجامعة عامة، وأيضا لا يمكن مقارنة مستشفى خاص بمستشفى عام، ولا محطة إذاعة وتلفزيون خاصة بمحطة إذاعة وتلفزيون خدمة عامة. تمام، كلام حضرتك سليم تماما. انا بقول بس تقليل الفجوه، يبقى الحاجات الاساسيه. طبعا انا مش عايز فندقه وعايز سراير يعني 5 ستارز زي اللي موجوده في المستشفيات الخاصه، لا انا عايز خدمه طبيه تضاهي كطب صحيح. المستشفيات الخاصه، ومش مهم الفندقه يعني ممكن تقل شويه مش قضيه. طيب دكتور، التحدي اللي هو الخاص انه المريض يتلقى الخدمه العلاجيه وما يبقاش ويل ويلين المرض وويل تدبير التمويل، ده انتوا حاطينه هدف ازاي تتغلب عليه؟ طبعا ده الهدف الاول، ان انا المريض محدود الدخل ومعدوم الدخل، ده في المقام الاول، ده في بؤرة اهتماماتنا يعني. واذا نجحنا في كده يبقى هو ده النجاح الحقيقي، ان المريض محدود الدخل يتلقى العلاج بتاعه زيه زي اي حد. وده مش هيجي الا زي ما بقول لحضرتك، لازم نوحد المنظومة الصحية، لازم يكون عندنا قانون تأمين صحي اجتماعي شامل بمعناه ومفهومه الواسع، وزي ما بيقول الأستاذ دكتور حاتم إن هو لازم يمتد مظلته لجميع أفراد الشعب. في الحالة دي هنلاقي العملية يعني كل الأفراد الشعب بتتعالج تحت بنفس المستوى وتحت مظلة واحدة، ما فيهاش التعدد الأنظمة اللي. طب هي إيه المشكلة؟ أنتوا عملتوا الأربع لجان فرعية، لجنة دراسة مساورة مشروع قانون التأمين الصحي، ولجنة بتاعة الدواء، ولجنة الإعلام والتثقيف الصحي، ولجنة الصناعة ربما للدواء، منها لجنة أول حاجة لجنة قانون التأمين الصحي. إيه المشكلة في أنه قانون التأمين الصحي يطبق على عموم المواطنين مرة واحدة؟ هو ما فيش مشكلة، هو ده الهدف، لكن هو له الآليات بتاعته عشان ننفذها. رقم واحد محتاجين أن احنا نحسب التمويل بتاعه كويس جدا، التمويل بتاعه هيجي لانه هيكون مكلف جدا، لازم نحسب، لازم في البدايه خالص لازم طبقا للدستور والماده 18 من الدستور بتكفل الدوله علاج جميع المواطنين بكرامه وخدمه جيده وجوده عاليه. ده عشان يتطبق محتاج ميزانيه، يبقى رقم واحد لازم ازود ميزانيه الصحه. بعد كده رقم اتنين ابدا في التخطيط الاداري الصح والمحاور التطوير، مش بس على الإمكانيات المادية، لازم أشتغل على العنصر البشري، وده مهم جدا، وده هيساعدنا فيه كتير جدا جدا. طبعا دور الجامعة ده دور أساسي، وتطوير الجامعة وتطوير التعليم والتعليم الطبي المستمر والتثقيف الصحي ده دور مهم جدا جدا في تطوير العنصر البشري سواء الطبيب أو التمريض. برضو هنشتغل على مش بس العنصر البشري، هنشتغل على الانفراستراكشر، البنية التحتية او البنية الاساسية للمستشفيات. مش بس كده، هنشتغل على التجهيزات وايضا المنظومة نفسها بحيث ان انا اطبق معايير الجودة ومكافحة العدوى. الكلام ده مش مجرد كلام انشاء، ده له آليات وله يعني افاق ومحاور كتيرة جدا جدا لازم نشتغل عليه. عشان كده الاتساع القطاع الصحي احنا قسمنا اللجنه للمحاور الاربعه دي اللي احنا نشتغل عليها ان شاء الله. طيب دكتور حاتم، هو يمكن معرفش تصور صحيح ولا لا، المشكله اللي بتبقى عقبه امام تعميم نظام التامين الصحي هم اللي مش موظفين في الحكومه. ازاي بره الدول الاخرى حلت المشكله دي ازاي؟ ده سؤال جميل جدا، لان احنا مش لسه هنخترع حاجه يعني. يعني الحاجات ديت معمول بره. يتوقف هل هو ليه اي وظيفه غير حكوميه. لو ليه وظيفه، الدوله او قانون العمل بيجبر جهه العمل حتى لو كانت غير حكوميه، حتى لو كانت ان شاء الله محل قطاع خاص اي حاجه.